سؤال الأول يا شيخ، إحنا صائمين ولا السعودية؟ أو جائز نفطر يعني ولا السعودية؟ أم أنتم يعني قليل من الناس، يعني حوالي 100 نفر صائمين ولا السعودية؟ البلاد كلها ما صايم، يعني يجوز نفطر ويا السعودية أم نكمل ويا بلادنا أحسن؟ بالنسبة للفطر، بعض الناس صام يوم الجمعة، بعض الناس صام يوم السبت، مع أن أكثر البلدان الإسلامية صاموا في يوم الجمعة. فمن كان قد صام يوم السبت، من كان صام بلده يوم السبت وهو قد صام يوم الجمعة، فيحسب لنفسه 30 يوما. إن أفطر أهل بلده كملوا 29 يوم وأفطروا، فيفطر ويعيد معهم. وإن أتم 29 يوم هو فأفطر أهل بلده، فيفطر معهم أيضا. أما إذا أكمل 30 يوم وأهل بلده لا يزالون سيصومون يوما زيادة، فإنه يفطر في اليوم 31 ويصلي معهم العيد في اليوم الذي بعده، ويعتبر صومه تاما بإذن